اتهم العميل السابق بالاستخبارات الداخلية الإسرائيلية، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير إسرائيل وأنه بات يمثل أكبر خطر عليها. في تصريحات له، أضاف عميل الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية السابق أن نتنياهو يعمل على تدمير علاقات إسرائيل المهمة مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية قد استهانت بحماس، معتبرا أنه كان بإمكان إسرائيل العمل على كشف مخطط هجوم 7 من أكتوبر لمنع حدوثه.